صباح الخير عليكم جميعا. اليوم 23، بقالنا 8 أيام ويخلص برنامج هالشهر. درجة الحرارة هسه 3 تحت الصفر. إذا تشوفون وراي الضباب طبعا، والأرض كلها يعني جليد بسبب درجة الحرارة منخفضة. يعني هسه لو اكو مطر ثلج واصل الله يعلم وين، بس الحمد لله فماكو مطر. فهسه اروح اتوجه للجيم واوريكم باقي الاشياء بعدين. شوف لندن اليوم مدينة كلها تحت الضباب. هسه يلا شوية بدت تبين. شوفوا هاي البنايات البعيدة شلون الضباب مغطيها. الصباح كان حتى هاي البنايات القريبة من بينه من كثرة الضباب. على كل إن اليوم سويت كارديو الصبح ساعة 100 100، والفطور 100 100. ردت اليوم نسوي الحلقة نتكلم على تحديات الجزء الثاني، أو نتكلم عن الأعذار. يعني هسه يمكن تشوفون البرد ناقص اليوم 3 تحت الصفر، وبعض يكتبون بالتعليقات بأنه الجو بارد ما نقدر نطلع، وإذا بالصيف هم يمكن قسم يقولون الجو حار. هاي الأعذار اللي نعطيها لنفسنا هي اللي ما تخلينا نوصل لهدفنا. وأني يا مام سويها زمان، يعني خلص الشغل تعبان ويوم طويل وشغل وكذا، ويوم يجر يوم، يوم يجر يوم، يوم عذر تعبان، يوم عذر الجو برد، يوم عذر صديقي يريد يطلع، يوم عذر بالبيت الأكلة اليوم طيبة فما أريد أترك. يعني أعذار نخلقها، وأعذار أحيانا واحد أكيد يعني تصير أشياء ما تقدر تمشي على الخطة، شيء طبيعي. بس هاي الأعذار اللي إحنا نخترعها واللي إحنا نكبرها وبأنه ما نقدر نتخطاها، هاي مصيبة، هاي كارثة، هاي تبطئنا، هاي 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 يعني تجرنا لي ورا. يعني باردة، يعني شنو باردة؟ نلبس لبس زايد نروح للجيم ونتمرن، يعني وإذا باردة. وبالمناسبة اللي يتمرن بالبرد إلى أحسن، لأن درجة حرارة الجسم ترتفع. وحتى من تمشون نساء ملابس الجاكيتة بس التوب، جسمكم يكون حار أصلاً. فمن تمشون من تطلعون من جالسين بالبيت، إذا أنتم متمرنين ودرجة حرارة جسمكم صاعدة يسموه ثيرموجينيك أفكت، بعد هاي يعني أصلاً البرد ما يأثر عليك بصورة مثل ما يأثر على الباقين. فهاي الأعذار لنا نطيها لنفسنا، خلي نحاول نبقى مستمرين على الخطة. وإحنا اليوم 23، يعني باقي لنا بعد كم يوم ونخلص. ومثل ما قلت لكم حنسوي جلسة مباشر أسئلة وأجوبة ونتكلم شنو عندكم أسئلة وأجوبة نجاوبها. وثاني شيء حختار 2 شخصين من الأعضاء، ولد وبنت، رجل وامرأة، يعني من كلا الجنسين. أسوي لهم برنامج تغذية لشهر كامل وبرنامج تدريب شهر كامل. الشروط حنناقشها وأنزلها، بس هاي لازم التزام شهر، يعني اللي يقدم يكون ملتزم ماكو أعذار. يعني ويا الحلقة هذه. فهاي اليوم كان، هسه نشوف نمشي الغداء والعشاء حسب برنامج اليوم. حتمرن صدر طبعا، وبعد شوية أروح، يعني أعتقد بعد نصف ساعة وأروح للجيم. فهاي حبيت أسوي لكم أبديت اليوم 23، وشوفكم بكرة إن شاء الله يوم 24.